معنا عبر سكايب عضو دولة القانون عمران كركوش. أهلا بك أستاذ عمران. أهلا بكم ومشاهديكم الكرام. يوم أمس سجل مجلس النواب إخفاقا في عقد جلسة لاختيار رئيس الجمهورية، هل تتوقعون استجابة صدرية لدعوات الحوار؟ يعني نرجو ذلك طبعا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يسدد الأخوة حقيقة في الانسجام مع أخوتهم في الإطار التنسيقي والقوة نعم المتحالف معها، وخاصة وأن مخرجات الجلسة يوم أمس كانت سلبية للغاية، ويبدو أن الجهود المضنية التي قادها التحالف الثلاثي وإمكانيات المادية والمعنوية و يعني بعض العمليات وربما والفعاليات والأنشطة غير اللي ربما لا تنسجم مع الحوار والديمقراطية استخدمت كلها ولم تأتي بنتيجة إيجابية، فبالتالي أعتقد الآن والعراق في بوتقة من الأزمات، أعتقد علينا أن نغادر المشاريع التي فيها نوع من المغامرة والجدة ولا تستطيع أن تلم الشبتات وشبه القوى السياسية. نعم فبالتالي العراق كما تعلمون وكما تفضلتم حضرتكم في بداية برنامجكم أنه الإطار التنسيقي مفتوح للحوار، ودعا الأخوة في كل مفصل من مفاصل العملية السياسية للحوار وجلوس التفاوض، لأنه لا يمكن بحال الانقلاب على العملية الديمقراطية بهذا المستوى وتجاوز الإطار التنسيقي والقوى المتحالفة معه وهي قوة أساسية وقوية على الأرض وتعمل بقوة على إنتاج عملية سياسية صحيحة وتقوم على حمايتها في هذه اللحظات. نعم، نعم. هل أصبح الإطار برأيك الآن في موقف قوة ويستطيع تمرير شروطه؟ يعني حقيقة يبدو أن هناك نزوع من القوى التحالف الثلاثي إلى هذه اللحظات، لدينا بعض المؤشرات وبدأت تنضم إلى الإخوان في الإطار التنسيقي والقوى المتحالف معه، وبالتالي أصبح حظوظ يعني أطروحة الإطار التنسيقي وهي الأطروحة التي تعتمد على المعادلة التقليدية في إدارة الدولة العراقية منذ عام 2003 إلى هذه اللحظات، وبالتالي أعتقد ربما بدأنا أقرب إلى نجاح مواقفنا وانفتاح الإطار على القوى السياسية، وهناك ربما توجه إلى مقاطعة حتى جلسة يوم غد بحسب المعلومات الواردة بين أيدينا في هذه اللحظات، فبالتالي أعتقد مساحة الذهاب بعيدا في تجربة التحالف الثلاثي يبدو أنها أصبحت في شبه نوعا ما وصلت إلى طريق مسدود، وبالتالي اعتقد اطروحه الاطار التنسيقي هي التي ستنسجم ويكون لها مقبوليه اكثر في الايام والساعات المقبله. نعم استاذ عمران، برايك ما هو السيناريو المقبل خلال الايام المقبله، وهل تتوقعون ان تخضع جلسه الاربعاء المقبل لذات الاخفاق؟ يعني وفق المعطيات الحاليه نعم، وفي المعلومات الوارده لدينا نعم بالضبط ستكون ربما حتى أسوأ بالنسبه اذا ما اخذنا بعين الاعتبار أسوأ باعتبار الاخبار الوضع الذي سيكون فيه الإطار التحالف الثلاثي، هناك كثير من القوى كما قلت لك بدأت تنسلخ منه وتلتحق بركب التحالف الإطار التنسيق والإخوان المتحالفين معه. الآن القسم من الأطروحات لم تعد مقبولة حقيقة، وخاصة أن هناك انزعاج حتى من بعض الأداء على مستوى البرلمان كما هو الحال فيما يتعلق بالتصديق على أعتقد اللجنة المالية في البرلمان، والتي حقيقة صارت الشكوك في طريقة الأداء البرلماني، وبالتالي حتى الأطروحات الإخوان في الإطار في التحالف الثلاثي يبدو أنها أطروحات ذهبت بعيدا الحقيقة، وهي نوع من محاولة زرع بذور الشقاق بين التيارات السياسية وربما عنف سياسي على مستوى الإعلام وحتى على مستوى القول والعمل، وبالتالي نحن أصبحنا أمام طريق مسدود. أعتقد الجلسة المقبلة ستكون أكثر نجاحا سيحقق فيها الإطار التنسيقي والقوى المتحالف معه، وستكون تضيق الحلقة أكثر على الإخوان في التحالف الثلاثي. نعم نتمنى النجاح للجلسة المقبلة، ولكن إن أخفقت ماذا يمثل الإخفاق بعد بعقد جلسة للبرلمان، وماذا بشأن التوقيتات الدستورية في حال تم ذلك؟ يعني أعتقد أمام الإخوان في البرلمان ورئاسة البرلمان خيار أن تبقى الجلسة مفتوحة إذا ما لم يتحقق النصاب، وأعتقد هو هذا أغلى أكثر الاحتمالات الواردة في يوم الأربعاء المقبل، لأنه إذا انتهت الجلسة وأغلقت وانتهت ورفعت دون أن يتحقق النصاب أو انتخاب رئيس الجمهورية، أعتقد سندخل في معترك جديد وهو ما يتعلق يعني حسب الطروحات الموجودة وهي تتعلق بحكومة الطوارئ،
ولكن اعتقد لن تذهب الامور بهذا الاتجاه. هذا الامر ليس من مصلحه اي من الاخوه السياسيين، لانه ليس هناك من مقتضى موضوعي او مادي الان، بل فالعلاقات بين الاخوان في القوه السياسيه وان كان يشوبها الاضطراب بهذه اللحظات، ولكن اعتقد الجلسه هذه التي حصلت يوم امس اعتقد انها بدات تعيد الامور الى نصابها، وبامكان تجاوز بعض وجهات النظر. يعني الاخوه في التحالف الثلاثي يطرحون امور ليست بعيده المدى ولا الاطار التنسيقي، بامكان ان يلتقي الطرفان في موقع مشترك وبالتالي تفضي الجلسه المقبله اما الى انتخاب رئاسه نعم. الجمهوريه وتكليف الكتله الاكبر او انها تبقى مفتوحه لعده ايام حتى يتم الانسجام. واعتقد هذا هو الاطروحه بتقديري سيكون هو هذا الخيار او الاحتمال الاكثر حصولا باذن نعم الله تعالى. نعم ترى ختاما، هل ستستمر ازمه تشكيل الحكومه برايك؟ وهل هناك من يخطط لاستمرار هذه الازمه في البلاد لتحقيق اغراض معينه يا ترى؟ يعني هناك أزمة دولية حقيقة تضرب العالم الآن في هذه اللحظات، تعلمون التداخلات بين القوى العظمى فيما يتعلق بأوكرانيا وكذلك الشرق الأوسط، قطعا سيكون تداعيات قوية لها. هناك ملفات ساخنة في المنطقة، الملف النووي الإيراني، الملف السوري، الملف اليمني، ملفات أخرى. الإخوان بعض القوى السياسية ربما إلى هذه اللحظة تتكئ على الخارج بشكل أو بآخر وتحاول أن تستعين به حتى على مستوى المشورة أحيانا، وبالتالي أنا أعتقد كل ذلك يعطي الماحه الى انه التدخل الاجنبي موجود وارد في العراق، وبالتالي امكانيه انه دفع المجتمع العراقي الى التشظي وعدم الاستقرار باعتبار الصراعات الاقليميه والدوليه، هذا نعم. امر ممكن. وحتى لو في غير هذه الحاله، انا اعتقد انه قضيه رئاسه الوزراء ستطول اذا لم يتفق الاخوه حقيقه، وتبقى هي معضله تضاف الى المعضلات الاخيره اذا استطعنا ان نحل معضله رئاسه الجمهوريه. وفق المعطيات اللحظة أعتقد إذا لم يكون هناك انسجام قوي وخاصة بين الكتل داخليا، يعني داخل الكتل الشيعية والسنية والكردية، أن يكون انسجام قوي فيما بينهم داخلهم يعني وبين فما بينهم، نعم. فأعتقد ستكون هناك ستطول قضية انتخاب رئاسة الوزراء والحكومة المقبلة والتصديق على برنامج الحكومي. نعم، مع أمنياتنا بأن تحمل الأيام القادمة كل الاتفاق والوفاق وحل كل المسائل العالقة. كل الشكر لك عضو دولة القانون عمران كركوشي، أهلا بك دائما.